دي متكرر طبعا. كابتن محمد ابراهيم المدرب العام لفريق بيراميدز. كابتن مبروك يا كابتن. الو كابتن حمد الله يخليك. ابو كباتن انت نايم ولا ايه يا كابتن حمد؟ كابتن حمد ازيك؟ كابتن حمد مبروك، انت نايم ولا ايه؟ بقول لك تايه تايه حبيبي يا كابتن رضا، ربنا يخليك. مبروك يا حبيبي يا كابتن رضا وكابتن محمود ابو الذهب. مبروك مبروك نور. مبروك ابو كباتن، واكيد يعني بدايه تبقى ان شاء الله موفقه ليكم مع بيراميدز في بطوله الكونفدراليه، وتبقى سنه مختلفه في هذه البطوله كابتن، مع كابتن ايهاب جلال وحضرتك. والله يا رب بتمنى من ربنا طبعا. هو مباراه صعبه لان دي فرقه يعني انا قليل جدا واحنا بنلعب في الادوار ديت مع كل الفرق اللي احنا شفناها، انت تلاقي فرقه منظمه وفرقه من الفرق الكويسه جدا. طبعا نتيجه 1-0 بتخلي عندهم امل لغايه اخر المباراه ان هم يلعبوا كور طويله، وبيبقوا مستنيين اي غلطه عندك، فدي اللي بتعمل لك شويه قلق. رغم ان انت عامل استحواذ كبير جدا 70%، احنا عاملين استحواذ مع عدد فرص كبير جدا وعدد هجمات منظمه كثيره جدا، كنت ممكن لو خلصت اي واحده فيهم تقدر تلعب وانت مرتاح وتعمل حاجه احسن من كده. لكن طبعا بشكر اللعيبه جدا، عملوا مجهود كبير جدا، وان شاء الله نتمنى ان شاء الله المباراه اللي جايه تكون احسن ان شاء الله. تفسير حضرتك لعدم الاحراز الاهداف او التامين الهدف ده كابتن؟ ان طبعا كان الموضوع خطر، يعني في اي لحظه كان الوضع ممكن يختلف تماما. طبعا طبعا اكيد طبعا، لكن انا بقول لك لو احنا اتفرجنا هتلاقي عدد منظم، عدد كتير جدا من الهجمات المنظمه، وكنا ممكن نقدر نخلص عبد الله، رمضان، ابراهيم حسن، ابراهيم عادل، كذا واحده تقدر تخلص بيها، ودي اللي بتعمل لك سنه قلق بقى، وانت عامل استحواذ كتير جدا ممكن واحده تترد عليك وانت نتيجه 1-0 مش مطمئنه خالص، فبتبقى عندك قلق لغايه اخر مباراه. لكن انا بقول ان اللعيبه كانت الوقفه بتاعتهم جوه الملعب هي اللي كانت مريحانا شويه، ان احنا كنا بناخد الكره وتفضل معانا لفترات كبيره جدا، وبنقدر نعمل بيها هجمات يعني كبيره جدا على الفرقه الثانيه. لكن طبعا انك انت ما تحرزش هدف دي هتبقى محتاجه مننا شغل كتير ان شاء الله مع اللعيبه باذن الله. شايف الفتره اللي جايه كابتن هيبقى طبعا دي تاني مباراه رسميه مع الفريق بالنسبه لحضراتكم كجهاز فني، الوضع القادم بالنسبه للفريق في عمليه تطوير الاداء بتشوفه بيوصل بعد قد ايه للحاله اللي انتم محتاجينها او انتم عايزينها؟ والله يا كابتن محمد هتبقى دايما انت محتاج على طول، على طول طول ما انت شغال هتبقى محتاج الحته دي مع اللعيبه. انت عندك لعيبه كبيره جدا في الفرقه، وان شاء الله الناس اللي بره اللي لسه مش مقيده افريقيا وهتبقى موجوده مع الفرقه، هم لعيبه كبار جايين على فرقه كبيره ومعاك لعيبه كبار، لكن هتبقى محتاج على طول تشتغل انك انت دايما حاطط اللعيبه تحت ضغط ذهني كبير جدا جوه المباراه، انك بتطلب منهم طلبات كبيره جدا، فديت هتبقى محتاجه مجهود من كل اللعيبه. اكيد طبعا هتبقى عندك منافسه شرسه جدا بين اللعيبه وبين بعضها، وديت دي اللي هتعمل لنا نجاح ان شاء الله، ان انت يبقى عندك عدد كبير جدا من اللعيبه وكلهم لعيبه كبار، بس ازاي تقدر كل مباراه يشتغلوا فيها باشكال مختلفه اللي احنا بنشتغل بيها، وانك انت دايما تحط اللعيبه تحت ضغوط، ان فرقه بيراميدز اسم كبير ولعيبه كبار، ناقص شويه بس ان انت ان شاء الله تحقق بطوله، وده اللي نتمناه من ربنا ان شاء الله، ان احنا نفضل بس على طول نشتغل مع اللعيبه ديت، لان هيبقوا محتاجين مجهود كبير جدا، محتاجين ان هم يعملوا عشان يكسب كل مباراه محتاج يعمل مجهود كبير جدا، مش هيجي حاجه سهله يعني. انطلاقه الدوري امام المقاصه كابتن، والتجهيز للدوري بقى والانطلاقه، لان الانطلاقه بنتكلم ان الموسم الماضي نادي بيراميدز يعني لقى صعوبه عشان يخش في المربع الذهبي، السنه دي انتوا استعدادكم بقى من خلال تواجدكم كاول سنه مع بيراميدز في الدوري، اول ماتش امام مقصه او هويدي بقى يعني باسمه الجديد. والله طبعا يعني نادي هويدي طبعا مش غريب علينا، لكن انت عارف هو نادي مغير كل الفرقه بتاعته، عنده مدرب من المدربين الواحدين جدا كابتن سامر مصطفى، مدرب منظم جدا، وده اللي احنا بنقول هيقابلنا كده كابتن محمد طول الدوري، انك انت ممكن تلاقي الفرقه كلها بتعمل زون، فانت محتاج يعني تعمل عدد فرص كتير جدا عشان تقدر تكسب كل مباراه، ودوت يعني ده اللي احنا بنقول عليه الفرق الكبيره هيقابل الكلام دوت، فانت ازاي يبقى عندك تصميم، وازاي يبقى عندك صبر وانت بتعمل وانت بتهاجم، وانت عندك صبر وانت بتدافع وانت معاك الكوره عشان تقدر تخلص المباريات دي. طبعا مباراه مخافه مباراه مهمه جدا في افتتاح الدوري، اتمنى من ربنا ان شاء الله نقدر ناخد 3 بونت، وان شاء الله نقدر نمشي بالشكل دوت في البطولات كلها،
ونقدر نعمل حاجه تبقى شكلها مختلف باذن الله. حان الوقت لفريق بيراميدز ناخد الدوري في ظل وجود كابتن ايهاب جلال بقى يا كابتن؟ والله اتمنى من ربنا، لكن هتبقى محتاجه مجهود كبير جدا. انا بقول لك يا محمد، انا عارف ان انتوا عارفين الكلام دوت، مفيش حاجه هتيجي سهله، لكن محتاجه مجهود كبير جدا من اللعيبه، محتاجه تركيز كبير جدا، وان شاء الله نطلب توفيق ربنا وبعد كده نبقى نشوف هتمشي الامور ازاي. يعني في وعد من الاداره من حضراتكم للحصول على بطوله الدوري ولا انا مش عايز اقول ولا الاهداف ايه؟ احنا كل حته بنروحها دايما بنلعب وعلى طول بنحط اللعيبه في الحته ديت وعلى طول بنقول اللعيبه، لكن زي ما بقول لك انت عندك منافسه كبيره، فرق السنه دي الدوري عندك فرق كبيره جدا وعامله لعيبه كويسه جدا، فعشان تعمل الكلام دوت محتاج مجهود كبير جدا، محتاج ان دايما اللعيبه تبقى شغاله وعندها الدوافع اللي هي تعمل حاجه كويسه، فاكيد طبعا نتمنى من ربنا وان شاء الله باذن الله نقدر نعمل حاجه يعني احنا شخصيا بنتمناها والناس كلها ان شاء الله تبقى مبسوطه بيها. كابتن رضا معاك يا كابتن حمد، عايز اسالك اهو. بص يا كابتن حمد، طبعا ربنا يوفقكم، بس انتوا السنه دي مفيش حجه بقى يا كابتن حمد، يعني بالنسبه للامكانيات الماديه موجوده، الامكانيات البشريه موجوده، لان انت احسن لعيبه يمكن كمان عديت الاهلي والزمالك في اللعيبه النجوم اللي عندك، هي عايزه توفيق، اكسب او اعمل ماتش كويس وبعد كده احنا اللي هنطلع نقول المبررات اللي هي خسرت ليه او تعادلت ليه، انت واخد بالك؟ يعني مثلا هيصادفك سوء ملعب، وده برضو ده اللي احنا بنقوله لاتحاد الكرة، ان يبقى مبدأ تكافؤ الفرص، طالما فرقة زي بيراميدز هتنافس يبقى زي الاهل والزمالك تلعب في حتت اللي الاهل والزمالك هيلعب عليها، عشان زي بالظبط مبدأ العدالة، يعني عشان ان الفرقه بتنافس ما تجيش بقى ان هي تروح مثلا فاركو في فاركو والاهلي ما بيروحش ولا الزمالك، يبقى فين هنا العداله؟ فطالما ان انتوا بتنافسوا يبقى احنا اللي هنوجد المبررات، دي حاجه. تاني حاجه، يعني انا شايف ان دي فرصه عمركم بقى كابتن حمد، ان كابتن ايهاب جلال وانت والجهاز اللي معاك، معاك لعيبه هي ولعيبه انت بتقول يعني عايزه تبذل مجهود، بس برضه هتبذل مجهود مع الفكر بتاعك مع مكسبك، هو ده اللي هيقول فرقه بيراميدز فرقه تخوف وفرقه تاخد الدوري. انا بصراحه شايف المستوى اللي فيه الاهلي والزمالك ما يطمنش، ما يطمنش، دي فرصه عمركم، لو ما كنتش هتدوس من الاول عشان تبقى متواجد في المنافسه يبقى انت كده بقى، يعني بصراحه انت عايز ايه تاني؟ سؤالك يا كابتن. حبيبي يا كابتن رضا، انا بشكرك طبعا. انا بتكلم بجد، انا بتكلمه بجد، لان اتمني ليهم يعني. لان عايزينكم تاخدوا بطوله بقى، يعني انا بقول لك والله انا عارف، وانا عارف ان انت بتتكلم فعلا في موضوع مهم جدا، لكن انا بوعدك ان شاء الله ان انت، انا بقول محتاجه مجهود، يبقى انت احنا نفسينا الجهاز الفني يا كابتن رضا محتاج على طول بنشتغل مع اللعيبه على طول، ما ينفعش ان اللعيب تبقى انت بتقول له على اي حاجه غير هو اشتغلها وهو مركز فيها. انا بقول ان احنا هنحاول طبعا ان شاء الله بكل ما نطير من قوه ان انت تعمل حاجه كويسه وحاجه مختلفه، ان فعلا انت عندك لعيبه كبار، عندك نادي كبير جدا نادي بيراميدز، حتى الناس المسؤوله فيه ناس محترمين جدا، ان شاء الله نقدر نعمل حاجه تبقى شكلها مميز جدا، وان شاء الله كابتن رضا احنا هنحاول باذن الله، لكن زي ما انت قلت هي محتاجه توفيق ربنا، محتاجه سن بس. انا هسيب بقى الحته الثانيه ليك انت، احنا موجودين، احنا موجودين بنشتغل تحت نظام، لكن طبعا ان شاء الله يبقى في العداله اللي انت بتقول عليها دي، وهنجيب لك حقك ما تقلقش يا رب يا كابتن رضا، والله نجيب لك حقك يعني بما يرضي الله، لان احنا على مسافه واحده من كل الانديه، لان عايزين الدوري السنه دي يبقى ضرب نار. حقه في التحليل بقى كابتن ان شاء الله الدوري عشان تجيب له، لا ما في التحليل هنطلع نقول ان بيراميدز النهارده خسرت لان الحكم او مثلا الملعب او ان هو مبدا تكافؤ الفرص لعبه في حته مثلا مش زي ما الاهلي والزمالك كده، يعني تمام يبقى في مبرر. كابتن رضا ان شاء الله احنا بنقول للعيبه في اي مكان انا متواجدين فيه حتى في اي ملعب، انا ما عنديش غير ان انا عايز ان شاء الله هنلعب على 3 بونت 100% وان شاء الله نعمل اداء شكله الناس تبقى مبسوطه بيه، احنا عايزين الجماهير، احنا عايزين اللعيبه كابتن رضا في الملعب يستمتع ويتبسط وهو شغال ويكسب ان شاء الله بنتيجه كويسه، وان شاء الله يخلي الناس
تبقى حاسه ان هي بتتفرج فعلا على كره قدم هم يبقوا مبسوطين بيها باذن الله يا كابتن رضا. ان شاء الله يا حبيبي. توفيق ليكم يا كابتن حمد. ان شاء الله بالتوفيق يا كابتن حمد. حبيبي يا كابتن حمد متشكر جدا. المدرب العام لفريق بيراميدز، مبارك لهم طبعا على صعودهم لدور ال 32 مكرر في بطوله